السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم السبنية، يعني الخمار ديال الرأس. السبنية كنقولوها في يعني في طنجة، كيعرفوها الناس ديال الشمال. السبنية يعني حجاب ديال الرأس، لان الثوب كيكون اسم السبنية، سمينا زعما كنقول لها السبنية لان الثوب ديالها كيكون خفيف، كيبين شي شويه داكشي اش كيقول لها السبنيه، ولا الفولار، ولا الحجاب الراس، ولا خمار الراس. المهم يعني كل واحد سبحان الله، كل واحد باش كيسميها باش كيتعرف، كل واحد باش كيعرفها. المهم غادي نوريها لكم على المانكه، ضروري غادي نوريها لكم. اذا نبداو على بركه الله، بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اذا شحال كناخذوا فيها بالنسبه للقياس ديال الثوب؟ شحال كناخذوا فيها نسبه؟ بالنسبه لي انا كشحال كنشري فيها، كناخذ فيها متر ونص. علاش متر ونص؟ كتعجبني، كتجي نازله، كتجي حتى لهنايا، غير انا ما كنخليهاش يعني طايحه حتى لهدا، يعني كنجيب واحد الطرف، مثلا هاد الطرف هذا كيمشي لهاد الجهه ديال الكتف، وهاد الجهه كتمشي لهاد الكتف، اولا كنشدوها هنايا فوق. المهم راكم عارفين يعني طرق، يعني الحمد لله يعني كاينين طرق جميله تبارك الله اللي خرجوا مؤخرا. اذا على بركه الله، باش ما نطولش عليكم، قلت لكم متر ونص فين كتوصل، يعني كتوصل حتى لجهه المرفق، ولا نازله على المرفق حتى لهنايا، حتى لهنايا هذه البلاصه هذه. متر وربع كتجي شويه، كتجي قصيره واحد شويه، متر وربع. وانتم غاديين يعني هذا هو القياس اللي كناخذوا فيها اغلبيه، متر وربع ولا متر ونص. نتمنى يكون واضح. اذا شنو كنديروا؟ هذه هي القيمه اللي شرينا، مثلا شريت متر ونص، هي هذه اللي خديت. كتكون الحاشيه هنايا، كتكون واحد الحاشيه ديال الثوب، يعني هذه الحاشيه اللي كنتكلم عليها هي هذه. حنا ملي كنشريو الثوب كيكون في ديك الحاشيه، اذا هذه الحاشيه هذه ديال الثوب كتكون من هذه الجهه، وغادي تكون بطبيعه الحال من الجهه الاخرى. هنا غيكون العرض ديال الثوب. نتمنى يكون واضح. بالنسبه لهذا انا غير كنشرح لكم عليه، انا غادي ندوزو يعني الموديل الحقيقي، لانه هو كبير وعندي الطبله شويه صغيره، ما غاديش يشد ليا كلشي باش تشوفوا، يعني ماشي يكون واضح لكم، يعني تبان لكم فولار، يبان لكم كامل. كاينين يعني فيها انواع، ممكن تاخذوا هذا اللي كيكون مع هذا الشكل، هذا موسلين اللي كيكون شويه مكرش، يعني كيكون فيه بحال هاد الخطوط هادو اللي كتشوفوا معايا. ممكن المهم كاينين انواع نتوما كتعرفوهم، حاجه طبيعيه. انا كناخذ الاغلبيه، كناخذ اما هاد الشكل اللي وريتكم دابا، ولا الثوب ديال الخيط، حيت كيكون بارد كيصلح الصيف والشتاء. اذا على بركه الله، باش ما نطولش عليكم، قلت لكم هذا هو الجهه اللي كتكون فيها هذيك الحاشيه. شنو كنديروا؟ كنطويوها على زوج بهذا الشكل، هذا بهذه الطريقه، وكنعاود نجيب هذه الجهه يعني اللي فيها الحاشيه، كنعاود نجيب هذا هو العرض. شفتوا معايا؟ هذا هو العرض، وهذا هو الطول اللي خدينا، كنطويوه على اثنان. القيمه اللي بغينا حنا شريناها هي اللي كنطويها على زوج، وكنجيب هاد الجهه هادي. انا واخا ما تطلبش مني هاد الخمار، لكن حيت غنفصلوا راسي قلت علاش لا ما تستافدوش معايا، لان عرفت بزاف اللي كيبغيو وما كتمشي تشري. يعني شحال مره كنت كيوقع لي هاد المشكل، كنكون مزروبه كنقولوا ماشي مشكل، غير فولار نمشي نشريه، ماشي مشكل، بلا ما نفصلو. مي كنمشي نشري، يا اما كيجيك ما مقادش، كيجي عوج، ما كيكونش مقاد في الدوره ديالو، كيجي شويه بحال اللي عوج، اولا كتلقى النوع ديال الثوب ماشي داكشي اللي بغيتي. مهم طوينا على زوج، هذه هي اللي قلت لكم الجهه اللي كتكون فيها الحاشيه. شوفوا معايا الجهه اللي كتكون الحاشيه، يعني كنطويها مره اخرى، كيكون هذه الجهه اللي فيها الحاشيه، وهذه حتى هي كتكون فيها الجهه الحاشيه. اذا وهذه الجهه اللي مغلقه، وهنا مغلقه، هنا كتجي مفتوحه. من بعد شنو كندير؟ كنجي كنفتح الثوب ديالي بهذا الشكل هذا، غادي نطوي على الوجه ديالو باش يكون واضح لكم الدار منين نجي نطراسي. قلنا هذه الحاشيه بلا ما نعاود معكم، هكذا كنعاود، هذه يجي فيها الحاشيه، كنعاود نطويها بهذه الطريقه هذه، ونفتح الثوب ديالي. ركزوا معايا في هذه النقطه هذه، هنا كيكونوا عندنا اربعه ديال الطروفه، كيكونوا اربعه هنايا، لاحظوا معايا اربعه ديال القطعات هنايا. غادي ناخذوا غير واحد، نهزو واحد وكنخليو ثلاثه، كنهزو واحد كنديو حتى للقنت هنايا بهذا الشكل هذا. شفتوا معايا الطريقه؟ طريقته سهله بزاف وكيجي رائع في اللبسه بلا ما تشريوه. اذا في الثوب الحقيقي، انا هذا راه غير طرف اللي كنوريكم عليه، احنا غادي ننزل لكم معايا الارض، حيت كنفصل في الارض، لا كانت شي حاجه كبيره، حيت انا الطبله عندي صغيره مازال
مازال ما بدلتهاش وما غاديش نبدلها، وقيله غادي نزيد فيها واحد الطرف. اذا هنايا من كنجيو ندخلو كندخلو ب 15 سنتيم، كندخلو ب 15 سنتيم. هذا راه قلت لكم غير كنوريكم يعني غير مثال، 15 سنتيم هنا في القنت كندخلو ب 15، نوضعو واحد العلامه وكنجي في هذا الجنب ونحس ب 40 سنتيم بهذا الشكل، هذا نحسب 40، الجهه الاخرى حتى هي نحسبوا فيها 40 بهذه الطريقه. ومن بعد كناخذوا هاد المسطره هذه اللي كتشوفوا معايا، ما كنحطوهاش بهذا الشكل هذا، لا كنجيبوا هذا الراس واللي كنحطوه هنايا يعني هذا الراس، وكنجيبوا هاد النقطه هذه اللي طلعنا ب 40 اللي عند النقطه ب 15، وكذلك الجهه الاخرى. حيت انا دابا هذا غير مثال، لكن معليش غادي نحاول معاه حيت التركيز لق شويه بهذا الشكل هذا، ونجيب الجهه الاخرى نفس الطريقه بهذا الشكل هذا، باش كتعطيني ديك التقويصه ديك الدوره ديال الفولار ملي كنلبسوها بهذا الشكل هذا صافي. وكنقطعو ممكن بلا ما تراسيو هذا الشيء اللي دخلت به انا، تاخذوا ديريكت تجيو ترسموا ديك التقويره من هنايا، ولكن كيحصل داك كيجيش منقاد بعض المرات كيجي شويه عوج. صافي وكنقطعو بهذا الشكل هذا، كتجي سهله صافي. كيبقى لنا شي حاجه ما مقاداش نقادوها شويه. حاجه اخرى، ملي كنطول الثوب خصنا نحسبوا هذه القيمه، انا نسيت ما قلتهاش لكم، ملي كنطول الثوب خصنا نعبروا هذه الجهه هذه داسي، كنحسبوا هذه القيمه هذه اللي عندنا هنايا هذه اللي مطويه يكون نفس القياس. يعني مثلا شحال عندي هنايا، عندي هنا 19 خص تكون هنا 19 هنا 19 هنا 19، يعني نفس الطريقه في الحجاب ملي كيكون كبير. دابا هذا غير مثال، ملي يكون الحجاب خص يكون عندكم نفس القيمه، يعني داك المربع يكون نفس القيمه اللي هنا تكون هنا تكون هنا تكون هنايا نفس القياس صافي، باش كيجيكم مقاد. دونك دابا غادي نفتحوا الحجاب ديالنا، لاحظوا معايا نعاود نرجعوا، لاحظوا معايا هذا هو داك القنص اللي حيدناه، هذا هو اللي كيجينا في الجهه ديال الراس باش كنعرفوا الفولارش من الجهه اللي كتجينا على الراس، هي هذه هي هذا القنص هذا. كنفتحوا الحجاب ديالنا كيجينا على هذا الشكل هذا، لاحظوا معايا هذه هي الجهه اللي كنطويوها حنايا، هي هذه باش كتجينا على الراس بهذا الشكل هذا، وهذه الجهه اللي كتجينا في الظهر كتجي دايره من هنايا. انا غنلبسوا المانكه وغادي تشوفوا، ماشي هذا غنلبسوا ليها الحقيقي اللي كنفصل فيه حاليا. لاحظوا معايا انا هنا حسبت 15 سنتيم، وفي هاد الجهه من هنا غنبدا من هنايا لهنا ونحسبت 40 سنتيم. ما كيبان لكمش الطرساج لان نقرب كاع باش تشوفوا، ولكن ما كيبانش، هو كتشوفوا واحد النقطه هنا وهنا حيت هاد الطباشير لون ترابي. وفي هاد الجهه هادي حسبت 40 سنتيم، الفصاله ديال الارض شويه صعيبه هنايا 40 سنتيم. لاحظوا معايا ها هي 40 سنتيم، حتى في الجهه الاخرى نفس الطريقه حتى هي 40 سنتيم بهذا الشكل هذا. لاحظوا معايا الفولار نفس الطريقه اللي شرحت لكم، يعني هزيت واحد الطرف طويته وبقاو ليا هنايا ثلاثه، هنا كيبقاو لينا ثلاثه ديال الطروف، واحد جوج ثلاثه. هذا النوع هذا باش لا سولتوني، هذا الثوب الفيبران الثوب ديال الخيط. نقرب لكم كاع مزيان حتى تشوفوه، شفتوا الشكل ديالو الثوب ديال الخيط هذا، كيعجبني الصراحه كيجي بارد. اذا نوريكم دابا شنو كاين، غادي نجي نقطعو حيت قابطه التليفون، كنصور لكم انا بالتليفون ماشي كاميرا، مازال ما شريتهاش. اذا كنجي من هنايا وكنقطع، كنجيب من هاد الجهه لعند 15، شوفوا معايا الطريقه. يعني هاد 40 سنتيم، شوفوا معايا هنا 40 سنتيم بهذا الشكل، كنحط المسطره هنا في الجهه في كاين فين تراسيت 40 سنتيم، وكنجيبها لعند 15 وكنتراسي، ومن بعد كنعاود نقلب المسطره بهذا الشكل هذا عاوتاني، وكنعاود نتراسي هاد الجهه هادي صافي. بالنسبه للسرجي باش كنديروا ديك السرجي سبيسيال، ها هي انايا ماشي سرجي يعني ماشي رقيقه بزاف، علاش؟ لان ما هذا هو الحد ديال السرجي اللي عطاتني، ما عرفتش واش ما كيبانش مزيان. المهم هذا هو الحد اللي عطاتني انا حيت السرجي عندي قديمه. الطريقه باش كنصغروا الغرزه ديال السرجي، كيفاش كنصغروا؟ كنجيو لهنا كنضغطوا هذا الشكل هذا، وكنجيو لهاد الريكلاج ديالها هنايا، كنبقاو ندورو كندورو حتى كتسمع واحد الصوت كدير طق. شوفوا معايا لاحظوا معايا هاي صافي، دابا هنا الحد ديالها شفتوا، يعني حتى هذه كتدخل صافي، هذا هو الحد ديالها. غادي نشوفوا دابا
الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. شوفوا معايا دابا كنضم قيلا باين، انا هذا هو الحد ديالها. ممكن نتوما الا كانوا مكان جدادين راه كتعطيكم القياس اللي بغيتو، يعني كتجي رقيقه، حتى هذا راه رقيق غير حيتاش بغيت نكبر لكم الصوره. شوفوا معايا حتى هذا راه سوجي رقيقه. وطريقه اخرى بالنسبه لهذا، ممكن انك تبقاو تعاودوا فوق منه الا بغيتوه، بحال واحد الموديل كنت وريتو لكم كتبقاو تعاودوا فوق منه. ما عرفتوش شفتوا داك الفيديو ولا لا، يعني الا بغيتوا ديك الطريقه اللي كتجي السوجي كتعاودوها 4 د المرات، كيدار في الجلالب ولا سميتو. ملي كنتكلم لكم على هذا الموديل هذا، الا عقلتوا عليه كنت فصلتو خدمتو معكم، راه حطيت فيديو ديالو فواحد الموديل كان خرج جديد. دونك شنو كنديروا، هذا غير السورجي، هذا السورجي كنسميوه سبيسيال، يعني السورجي هو يعني سبيسيال كنقولوها زعما الغرزه كتكون صغيره كنصغروها. دونك شنو كنديروا هنا، كتبقاو تعاودوا السورجي مره الاولى، مره الثانيه، الثالثه، الرابعه، يعني كتعاودوا فوق من السورجي. هنا 4 د المرات اللي دوز السورجي كيجي على هذا الشكل. هذا هو عندي مخدوم في موديل اخر، هو هذا كيدار في الجلالب. هذا الكم هذا اللي كتشوفوا معايا كنديرو في جليلبات اللي كيبغيو يديروا فيهم غير السورجي مثلا، غير هذا الشكل هذا كنزينوهم كيجي رائع. يعني كتبقاو تعاودوا واحد فوق واحد. سمحوا لي الا طولت عليكم بزاف، نوريكم دابا الحجاب اللي لابسه الماكا. هذا غير وريتكم عليه وصافي. شوفوا معايا بالنسبه للمتر ونص صافي كاين فيه كيكون، يعني كيجي طويل. انا يلا لبستو ليها، عاد غادي نقادو لها تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، وغادي نوريكم حتى في الخلف بالنسبه للطول ديالو قداش كيجي. هذا الشكل ديالو في الخلف كيفاش كيكون. هنا راه عندي المانكا عوجه، يعني مايله، عندي المانكا مايله لهاد الجهه. شوفوا معايا كيفاش كيجي الشكل ديالو، كيجي بهذا الشكل هذا. ونوريكم الطريقه اللي كندير ليه انا. في الاول كناخذ هاد الطرف هذا اللي كتشوفوا معايا، انا جمعته هنا كيكون طويل، كنجمعو واحد شويه باش ما كيديرونجينيش، يعني ما كتكونوا تسخروا في الزنقه ولا شي حاجه كيبقى داك الطرف كي شويه كيديرونجي. كنشدو هنايا بواحد الفنيته، هنا كنثبتو بجهه الكتف، كنثبتو بشي حاجه هنايا. ومن بعد هذاك الطرف اللي كيبقى نازل هنايا، انا راه ديجا ثبتو بالابره هنايا صغيره، كنجيب هاد الطرف هذا اللي كيكون نازل وكنحطو في الكتف ونلصقو بواحد الدبوس ولا فنيته. بعد كنجيب هاد الطرف هذا عاود نفس الطريقه، كنهز هادي كتشوفوا معايا هكذا واحد شويه، نجيب هاد الطرف هذا اللي كيبقى كنجيبو تحت هاد الثانيه هادي اللي كتكون هنايا بهذا الشكل هذا. المهم كيجي على هذا الشكل، انا ما كان قلت لكم راه معوجه مايله لهاد الشيء، ولكن ملبوس على الحقيقه. ان شاء الله غادي تجربوا وتشوفوا الطريقه كيفاش كيجي. شنو اخر كنت غادي نقول لكم، بالنسبه حتى للكتف ديالها هي صغار، ما جاش باين زعما كيفاش، ولكن النهار اللي ان شاء الله غادي تجربوه وغادي تشوفوا الشكل ديالو كيجي جميل صراحه، كيجي رائع. ممكن ديروا ليها الطريقه هذه، ممكن هاد الطريقه، وكذلك طريقه اخرى كنديرها ليه. كناخذ هاد الطرف هذا، يعني هذا كنجيبو هنايا بهاد الشكل هذا، يجي على هاد الشكل هذا. المهم كاينين بزاف الاشكال. عاود حاجه اخرى، كنجي ناخذ هاد الطرف هذا وكندورو على الراس حتى لهاد الشيء هنا في الوسط. شوف شكون هنا كيجي هنا في الوسط ديال الراس، كنثبتو بالابره. المهم ان شاء الله نتوما راه ما شاء الله عليكم مبدعين، نقول لكم حتى لهنايا بارك عليكم. غنمشي نتسخر دابا باش ناخذ البينوار اللي كنت خدمت معكم حتى لكم فيديو ديالو، نمشي ناخذ ليه الكماله ديالو. غادي ناخذ واحد، ناخذ 30 سنتيم، وناخذ كذلك حسب بالنسبه للطابليه اللي طلبت ليا واحد الاخت، وحتى انا عندي واحد الكليانات ثلاثه كانوا بغاو نفس الشكل عجبهم. ان شاء الله ونحط لكم الطريقه، وانا غادي نخدمها لبنتي، غناخذ ليها الثوب ونتوكل على الله. دابا غنخليكم، نقول لكم شكرا لكم بزاف على المتابعه، وكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالجيم وابوني، تابونوا فلاشين ديالي، مرحبا بكم كاملين، كنرحب بكم وكنشكركم على التعليق ديالكم الرائع اللي كيشجعوني. شي مره كنقول ما فيا اللي يمشي يسجل شي فيديو، ولكن والله العظيم ملي كنقرا شي تعليق كنفرح وكيعطيني واحد، ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم. المهم ما كان حتى كنلقى راسي في الطبله ديال الفصاله كنشرح لكم، كنحط شي درس. المهم هادشي اللي كاين، كنشكركم اخواتي بزاف على التعاليق ديالكم الرائعه، وكنتمنى ان تكونوا كتستافدوا مني وكتستافدوا شي حاجه الحمد لله، وما يكونش هادشي صعيب عليكم، راني كندير اللي في جهدي باش نبسط لكم الامور. شكرا لكم بزاف،
وما تنسونيش بجيم، واللي مازال ما تابونا مرحبا بكم، تابونا في لاشين ديالي مرحبا بكم، لان مازال ان شاء الله موديلات غادي ندخلوا دابا في الكلاسيك ان شاء الله، يعني مونطو تركي اللي كيجي طويل بالصدايف حتى الاسفل والجيب، وكذلك ملابس ديال البنوتات وهذا يعني كسيوات وداكشي والسراول كلاسيك. المهم ان شاء الله كلشي، خلي هادشي بلا ما نبقى نهضر بزاف. السلام عليكم.